احمد المجري دونك توب ولا فلوب؟ هذا ماهوش اعتصام راه حفل زفاف، شنو رايك؟ انا واحد من الناس عرس بالساكته يعني وفات وهو فرحته هو، لكن علاش الشعارات هذيا؟ نحن نعرفوا زاد النبي زاد النبي وفرحنا، مو هذا سكيل فو باسي في العرس؟ ما فهمتش معناتها. حتى قبل كان زين العابدين وترابلسي يعملوا فروحات والعباد تمشي وترشق بالملايين، دونك الحكايه قاعده تتعاود بطريقه اخرى، معناتها سي سي بيزار. فلوب فلوب. انا فلوب على خاطر نشوفها معناتها سيت اون اوكازيون بريفي، ما عندي حتى دخل فيها. اما حاجه برك أي. ما سمعتش الكلام، اما بصوت كاين وخرجت فوتبول، ما فهمتش. لا غنيه قلت لك ما سمعتش الكلام. غنيه زيد كنت حاضر زيد؟ لا ما حضرتش، انا مطر وما طلعتش. التوب هو صاحبي معناتها بالمناسبه ونهنيوه بالعرس نتاعو، لكن هي التوب معناتها عرس عادي، ولا حتى في تالي اسلاميين يعرسوا هكا، معناتها ماهيش حاجه جديده وتصير من قديم الزمان. جعفر توب ولا فلوب؟ ربي يهنيه. توب ولا فلوب؟ ربي يهنيه. توب ولا فلوب؟ يا معلم ربي يهنيه. توب ولا فلوب؟ سمعتني؟ ربي يهنيه. مايا توب ولا فلوب؟ يا هلا الله. انا ما نقولش توب ولا فلوب، اما نقول عجبتني احسن حاجه في العرس هذايا العروس لبس شاربه خضراء تاع حماس كشكول اخضر، عجبني ياسر. حاتم توب ولا فلوب؟ لا فما رينا زاد فيديو اخرى، فما عرس نتاع ولد واحد معروف ياساري بشيخ امام، كل واحد حر في عرسه يعمل. هو عمل شعار رابعة، ما نعرفش اسكو على رابعة ولا أربع نصير الأولى هذه حتى امرأة، احنا أربع نصير ما ثم حتى امرأة، حتى العروسة والعروس ما أي نساوى حدا من الرجال بالك الحنة. عرس طلابي إسلامي. عرس طلابي أه ذكرك. عرس طلابي إسلامي معناها ممكن اللي يتقلق منه لو كان باعتبار وزير أول نورمالمون هو أبوه، لكن عرس طلابي إسلامي.